السلام عليكم. اليوم نديرو الفون ديال مليناتيك، نتمنى انها تنال اعجابكم. مي انا ما نغنيهاش باسكو ما حافظش لي ريكس مزيان، مي غادي نوريكم لي كورد والطريقه باش نضربو. نتمنى انها تعجبكم. لي كورد اللي كاينين في مليناتيك، كاينه هاد لاكورد هادي، كتحط في الصباع واحد هنا وواحد هنا، كاينه هاد لاكورد عاوتاني كتحط لا هنا هنا وهذا هنا، كاينة هادي كاينة هادي، صافي هادو هما لي كورد كاينين. هادو هما لي كورد لي كاينين بالنسبة للجهة هادي. بالنسبه للجهه غنديروا نفس لي كورد، نمشيو بالتشابه اللي عطيتكم في لي كورد وغنضربوا بهاد. هذه الطريقه باش تضرب كده. عاوتاني واحد اللقطة فاش كي باش كيوقف وكيدير ماني ناسي ماني ناسي، هذيك اللقطة كيبدل لي كورد هنايا كيقلبهم. هاجو معايا هنا باش تشوفو لي كورد، هاجو كيبدا هو كيوقف كيدلا ماني كيجي الفينغر ستايل. الفينغر ستايل كيدير لي كورد هادو العاديين الاولين، هادو هادو دابا اللي خليناهم ديال مانينا سكينا. هاد لاكورد هادي كاينة هادي كاينة هادي ياك، ملي كنهبطو لهاد الفينغر ستايل كيوصل لواحد النقطة كيدير ليها هاكا. هو هذه الضربة ديالو، قرب لي هنا تجيو لهنا كضرب هذه اللي هي كتهبط لها هذه هاد لاكورد، هذه هاد لاكورد كتهبط لها هذه هنايا، وهادي عاوتاني كتطلع لهاد لاكورد كتلعب لي كورد اللي انت داير فهمتي، على حسب لي كورد اللي انت فيك في بحال هكا كدير هادي. Thank you.
مستمر الاغنيه بحال هكا شتي على حسب الريكورد والطريقه باش تضرب ان شاء الله راه تشوفوا في هذه الاغنيه ان شاء الله. نتمنى ان الفيديو يكون من تعجبكم، واللي بغى شي فيديو في اغنيه اخرى ولا شي حاجه يكتب لي كومونتير في اليوتيوب ان شاء الله غندير لكم.